يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. هذا فيديو من قناتنا الاولى الخاصه بالبلابل، شرح شلون نعرف الطير اللي عندنا او البلبل اللي عندنا مكسور جناحه وشنو الطرق حتى نعالجه بيها. قبل ما نبدا الفيديو لايك للفيديو، ما مشترك بالقناه ارجو الاشتراك حتى يوصل لك اي شيء جديد. اليوم عندنا هذا المخلف، هذا ما بيشي طبعا، لا مكسور جناحه ولا ابد، بس عندي مخلف وحشي بالبيت، قلت خلي نسوي عليه هذا الفيديو للفائده. وهواي تجينا استفسارات بهذا الموضوع، انا ناشر فيديو سابق عملي بهذا الشيء، يمكن اتذكر نثية كانت مكسور جناحه وسويناها، لكن هسه حبينا نعيد الفيديو. عندك انت اليوم هو طبعا اكثر شيء اللي يضرب المخاليف، سواء كان وحشي او اليف، اللي يفكون بالبيت اكثر شيء. طبعا الاليف طبعا مو الوحشي، لان الوحشي قليلين من يفكه بالبيت زين، فاكثر شيء يضرب المخاليف. ليش؟ لان هسه موسم اغلب الناس يحاول انه يطلع برا القفص قدر الامكان حتى يصير اليف، بس هو بالنهايه ترى يا عزيزي وصديقي هو الربا ربا، يظل الاليف اليف، يظل حتى لو ياخذ فتره يتوحش ويا الصبغ ويا الصبغ مثل ما هذا تشوفون، وبعد ما يكمل الصبغ مالته يرجع اليف طينه. خوش، هاي مو موضوعنا اليوم. عندك بلبل انكسر جناحه، انضرب بالبنكه او وقع القفص مالته، شلون اول شيء تعرفه مكسور جناحه؟ راح يكون عندك الجناح ما مسيطر عليه، يعني الجناح هيك نازل مهدل، ذبلان خلينا نقول، الجناح نازل ما مسيطر عليه، يعني الطير يروح ويجي ويا الجناح، يعني هيك شلون الزرع اليوم من يذبل نفس الشيء بالضبط، ما مسيطر عليه، نازل تلقاه فوق المستم الجناح مالته. هاي طبعا حاله الخلع والكسر، نفس الشيء نفس الاعراض، راح يكون الجناح ما بيسيطره، واقع على العود على المشتم، الطير تشوفه انه التغريد راسا يوقف، النشاط يوقف، الاكل يوقف، هاي لانه بسبب الوجع. الاجراء اكو عندني طريقه، انا قلت لكم نلفه على الجسم، نلبسه فجار وبنسوي له ونخليه نربطه على الجسم بعد ما نعدل الجناح حتى يستقر وياخذ مكانه، لكن مو كل البلابل تتقبلها، هاي الطريقه للوحشي ممكن يتقبلها ما يظل يوخر بها، بس الاليف راح يظل يوخر بها وراح يلتهي بها ويتعدى. فالافضل طبعا هو تجبير، ما يرهم له الجناح، ما يرهم تجبير الا لان مجموعه عظام، فشوي ما اريد اشرحها بالضبط حتى لا يكون الفيديو طويل وممل. فما ينضبط التجبير الها، لان العظام هاي مجموعه ما تقدر يركبها لو اقوى جراح زين. فالافضل ان شو تسوي، تقص الجناح، الريش مال الجناح مال الطرفين، يعني هاي العواشر كلها تاخذها تحشها حش زين، يعني هاي من هاي الجهه هيك كلها تقصها، ما تخلي له ريش قليل تخليها. ليش؟ حتى الجناح يخف، حتى الطير الحركه مالته تقل بنفس الوقت. الجناحين طبعا مو بس الجناح المصاب، الجناحين تقصهن من الريش حتى يخف وحتى ما يتحرك الطير وما يستعمل جناحه للطيران، هاي الاولى. اثنين، تخليه بقفص كلش صغير، يعني ايش قد ما كان عندك صغير حتى لو انت تسوي له واحد ترهيم وتصغره له هم ممتاز، تخليه بهذا القفص صغير حتى البلبل يكون حركته محدوده على قد الاكل والمي، الاكل والمي طبعا قباله لا تقطع ابد، وحاول توفر له اكل يحتوي على الكالسيوم زين، وحتى تجيب له كالسيوم سائل حتى تخليه بالمي حتى ياخذ من عنده حتى يبني العظم مالته. قفص صغير كلش وتخليه بيه حتى تقل الحركه مالته، وما تطلع من القفص اقل شيء اسبوع الى 10 ايام، وراها تبدي تطلعه الطير هو راح يرجع تدريجيا شوي شوي، صحيح راح يطيب بس يطيب على عيب، يعني من يطير احنا نقول مقلقل هيك يسوي زين ويطير ناصي، لكن لا تستعمل اي اجراء، لا تجبره ولا تخلي له عوده ولا شيء، هاي كلها راح تاذيه، بس قص جناحه وخليه بقفص صغير واستعمل الكالسيوم، واذا كان عندك اصابه او ضربه بالجناح استعمل مضاد حيوي من البيطره حتى لا يكون عندك التهابي ويؤذي الطير. ان شاء الله استفاديتوا من الفيديو وتحياتنا لكم.